سوسن، انت بتعيطي ليه؟ انت سقطتي في الامتحان؟ ايوه. معلش يا سوسن، انا عارف ان الامتحان ده بالذات صعب قوي. الامتحان ده كان اخر امليه للشغل، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. معلش، امسحي دموعك كده وتعالي معايا. يلا. على فين؟ ما تخافيش، هنروح نقعد في مكان هادي عشان نعرف نتكلم على رواقه. لا 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 لا، انا مروح. انت خايفه تركبي معايا للدرجه دي يا سوسن؟ ما عندكيش ثقه فيا. انا ما اقصدش، انا مش عايز الفرصه دي تروح منك هي كمان. فرصه؟ فرصه ايه؟ شغل. شغل؟ شغل ايه؟ الشغل الجديد اللي مستنيكي. انت عندك شغل جديد ليا؟ هينفع نتكلم هنا؟ يلا اتفضلي. ايه رايك في المكان ده؟ كويس. بحب اجي هنا كتير. تاكلي ايه؟ لا انا مش عايز اكل. لا ما ينفعش، عشان يبقى بينا عيش وملح، مش بيقولوا كده برضو؟ استاذ تامر، لو سمحت تقولي ايه نوع الشغل كنت عايزني فيه. حاضر اقولك، بس بلاش استاذ، دي تامر كفايه. اوكي حاضر. ايه رايك تشتغلي معايا في المصنع؟ مصنع؟ وانا هشتغل ايه في المصنع؟ ما تخافيش، هتبقي سكرتيرتي الخاصه. سكرتيره؟ انا هشتغل سكرتيره؟ انت بتسالي بالوظيفه؟ انت عارفه لو عملت اعلان صغير في الجورنال كم واحده تتقدم له؟ من خريجة جامعة أمريكية لبنات معاهم ماجستير وممكن دكتوراه كمان. أيوة بس أنا ما بفهمش حاجة في السكرتارية. مش مهم تتعلمي، ولما تعرفيش تشتغلي على الكمبيوتر أجيب لك اللي يعلمك. طب وشمعنى أنا اللي اخترتني أكون سكرتيرة ليك؟ الأقربون أولى بالمعروف. أنتِ بنت ممتازة وزميلة شاري وصديقتها، يبقى أنتِ أولى من غيرك للوظيفة دي. قلت إيه؟ أنا آسفة مش حاضر. مرتبك هيبقى 800 جنيه في الشهر. يزيد يبقى 1000 جنيه بعد 3 اشهر. وبعد كده مين عارف مرتبك هيبقى كام؟ انت وشطارتك. انا ما يهمنيش الفلوس. امال يهمك ايه؟ يهمني المكان اللي هشتغل فيه، ونوع الوظيفه، والناس اللي هتعامل معاها. يبقى قبلتي. لا. المكان مصنع محترم، الوظيفه 1000 واحده تتمناها، والناس اللي هتعاملي معاهم انا. اظن ما فيش اكتر من كده احترام. برضه لا. بتقولي ايه؟ هتفكري؟ فكري. بس بيردي عليا على طول عشان يومين وممكن الوظيفه تطير منك. ها تاكلي. الفاكس ده وصل لحضرتك حالا من باريس. متشكر يا شيري، فضلي اقعدي استريح. شيري من فضلك اي وقت تدخلي مكتبي تخش بدون استئذان في اي وقت، ولما تكلميني تكلميني وانت قاعده مش وانت واقفه. تكونيش فاكرة روحك موظفة عندي. حاضر. شيري، احنا صحيح مش واخدين على بعض قوي، لكن ايه رأيك في الشغل معايا؟ مرتاحة وان شاء الله حاول اتأقلم اكتر. يعني ما سألتيش روحك انا ليه اخترتك عشان تبقي مديرة اعمالي وسكرتيرتي الخاصة؟ بصراحة هو سؤال فعلا شاغل بالي. اول سبب ان انا عاوز اخليكي تشتغلي في حاجة تكوني مرتاحة فيها وبتحبيها، وانا واثق ان ده هيحصل في الشغل معايا. ما سألتنيش يعني عن السبب التاني. اتفضل، انا بسمع حضرتك. السبب التاني وهو الاهم، انا عارف قد ايه انت انسانه حساسه قوي ورقيقه قوي وشفافه قوي من جوه، واي محاوله لفرض عليك انك تعملي حاجه غصب عنك هتجيب نتيجه عكسيه، وانا ما احبكيش تعملي اي حاجه غصب عنك. بس للاسف ماما مش قادره تفهم ده. بس انا فاهم ده كويس.
أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على كل اللي بتعمله عشان، وقد إيه حضرتك بتفكر إني أكون مرتاحة في الشغل. شيري، مش بس في الشغل، على المستوى الشخصي ممكن نعتبر نفسنا صحاب، وأي مشكلة خاصة عندك تقولي لي عليها، أي حاجة في الشغل تعباكي ومش راضي عنها قولي لي أغيرها لك فورا. شوفي أنا من هنا ورايح مش عايزك تعملي أي حاجة أنت مش راضي عنها، مفهوم؟ قولي ورايا، مش هعمل حاجة غصب عني أبدا. مش هعمل حاجة غصب عني أبدا. يا أعلى شوية، مش هعمل حاجة غصب عني أبدا. مش هعمل حاجة غصب عني أبدا. أعلى كمان، مش هعمل حاجة غصب عني أبدا. أنا عايزك تأجل قضية الهمشاري بكرة. ليه يا فندم؟ دي خلاص اتحجزت الحكم. أنا عندي مستندات جديدة عايز أضمها الملف القضية قبل ما تتحجز الحكم. أيوة بس القضية مضمونة 100% ولصالحنا كمان. اسمع اللي بقولك عليه ونفذه وما تبقاش عنادي. تحت أمرك يا كمال بيه. ما بتاكليش ليه يا نادية؟ ماليش نفس. في حد مضايقك أو مزعلك؟ قوليلي أشدلك ودنه. مفيش حد مضايقني، واللي هيحاول يضايقني هعرف ازاي اوقفه عند حد. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا سعاد. معقول لسه قاعده في المكتب والموظفين كلهم مشيوا؟ ما هو انا عندي شغل كتير. الشغل مش هيخلص والايام جايه. طب ايه اخبار الشغل بقى؟ انا لقيت نفسي في الشغل فعلا يا سعاد، وكل الاختصاصات اللي اديتيها لي مش غريبه عني. ان شاء الله يكون في نتائج كويسه. انا واثقه من كده. قولي ما اتضايقتيش من اي حاجه؟ ما حدش من الموظفين قال لك كلمه كده ولا كده؟ ما تتصوريش احترامهم وتقديرهم ليا قد ايه. واضح انك انت مديهم تعليمات بكده. انت تجبري اي حد على احترامك وتقديرك. متشكره يا سعاد، انا مش عارفه اشكرك ازاي على كل اللي بتعمليه معايا. انا اللي بشكرك على شغلك معاه. ويلا بقى لحسن السواق مستنيكي تحت. سواق؟ ايوه، انا خصصت لك عربيه بسواق عشان تروحك وتجيبك الصبح من البيت. ما انا عارفه ان ما عندكيش عربيه. ده كتير عليا قوي يا سعاد. تاني؟ يلا بقى. عظيم جدا كده. اوراق الدفاع في القضيه اكتملت، واضح انك عملتي مجهود كبير قوي فيها. انا تلمستك يا فندم. واضح ان ممدوح مش قادر ينساكي. دي مشكلته هو. انا مش عايز مشاكل في المكتب، ولولا ان ممدوح شاطر ومجتهد وانا بعتمد عليه كنت طلبت منه يروح يشتغل في مكتب محامي تاني. ما تخافش يا فندم، انا هعرف ازاي اوقفه عند حد. ايه ده؟ انا ما طلبتش منك تشتري لي حاجه. المحامي الشاطر ما بيستناش طلبات المحكمه عشان يقدم دفاعه يا فندم. القاضي الشاطر بيقبل طلبات الدفاع يا فندم. بس فاهمين ايه المناسبه؟ من غير مناسبه. انا كنت فاكر ان صاحبتك هتقدرك اكتر من كده. بقى بعد اللي حكيته لك عن سعاد واللي عملته معايا وبرضه تقول لي انها مش مقدراكي؟ طبعا. انت لو اشتغلتي في اي حته تانية هتاخدي مبلغ ضعف المبلغ اللي عرضته عليكي سعاد. انت مستقليه بخبره السنين اللي فاتت دي كلها ولا ايه؟ ما انت قلتها قبل كده، قاعده في البيت لا شغله ولا مشغله. وبعدين كتر خير سعاد، المرتب اللي بتديهولي ده ما كنتش احلم بيه. قول لي بقى انت عملت ايه النهارده طول النهار؟ ابدا، رحت المكتب حوالي ساعتين وبعدين لعبت شويه رياضه ورجعت. ما تقعدي عشان ندردش. لا ده انا عندي شغل كتير قوي. انا جايبه كام ملف من سعاد لازم اقعد ادرسهم كده على راحتي. رجعت ريما لعادتها القديمه. مين ريما دي؟ صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مقعدك في سريرك مدام صاحيه؟ وهقوم اعمل ايه؟ على الاقل تحضري فطارك. مش عايزه اكل. الله، انت ايه حكايتك يا بنت انت؟
بقالك يومين قاعده لوحدك، لا بتكلمي حد ولا بتاكلي ولا بتشربي. ماليش نفس الحاجه. كل ده عشان قلت لك مش هتشتغلي سكرتيره. انا عايزه افهم بس يا ماما، حضرتك ليه رافضه؟ انا ما دخلتكيش الكليه دي عشان تشتغلي سكرتيره. هو انا لقيت شغلانه ثانيه وقلت لا؟ خلاص تستني لما تلاقي شغلانه مناسبه لشهادتك. استنى لامتى يا ماما؟ ها؟ ما انا قاعده في البيت اهو من ساعه ما اتخرجت من الجامعه، وممكن كمان اقعد سنه ولا اتنين لحد ما الاقي شغل. ده احنا لينا زمايل متخرجين بقالهم 3 4 سنين ومش لاقيين شغل لغايه دلوقتي. خلاص اللي يسري على الناس يسري عليكي. انت ناقصك حاجه؟ لما تطلبي حاجه وما اقدرش اجيبها يبقى ساعتها تنزلي تشتغلي سكرتيره. يا ماما لو سمحت. ولا كلمه، مفيش ماما. اتفلقي. استغفر الله العظيم يا رب. يا ماما، يا ماما انا عايزه اقول لك ان المساله مش مساله ماديات. انا عايزه احس بذاتي، احس بكياني، احس ان ليا وجود. يا سلام، يعني كل الكلام الكبير اللي بتقوليه ده هتحسي بيه لما تشتغلي سكرتيره؟ يا ستي اعتبريها وظيفه مؤقته. طب هقول ايه للناس لما يسالوني بنتك اشتغلت ايه؟ قولي لهم سكرتيره يا ماما، الشغل مش عيب. انا ما قلتش عيب، بس سبق وقلت للناس ان بنتي لما تتخرج هتشتغل حاجه كبيره قوي، وانا مستعده اضحي بعمري كله عشان تنجح وتبقى بنتي كبيره صحفيه والصغيره سفيره. عايزه صغريني قدام الناس. يا ماما ما حدش له عندنا حاجه، وشغلانه السكرتاريه النهارده 1000 واحده تتمناها، ما هياش حاجه بسيطه ولا صغيره، ده غير ان مرتبها هيبقى 800 جنيه. 800 جنيه وبأمارت ايه بقى اخو صاحبتك هيديك المرتب ده؟ بأمارت ان هو اخو صاحبتي الانتيم، وهي اتوسطت لي عنده عشان اشتغل عنده في المصنع. يا ريتها اتوسطت لك في حاجه عدله. هاتي هاتي الاكل ورايا. هاتي قلتي ايه يا ماما؟ وبعدين بقى اقعدي كلي. مش واكل. ان شاء الله ما اكلتي يا سوسن يا بنت عليا. اما جوزك ده طلع بطل بصحيح وحاطط روحه على كفه. ازاي يا فتحي احكي لي؟ كان في حمله على تجار المخدرات اللي في الدويقه وقدر يقبض عليهم، والحكايه دي كان فيها خطوره كبيره قوي على حياته. وياسر حصل له حاجه؟ اطمني يا ستي، جوزك ده بسبع ارواح ما حصلوش ولا خدش واحد. الحمد لله، ده انت وقعت قلبي في رجليا، بس برضه لازم اتصل اطمن عليه. الو. ايوه يا ماما. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ مالها سوسن؟ هي دي كل الحكايه، ماما مش عايزه انزل الشغل، غلطت معاها، مفيش فايده. معقول يا سوسن تامر عاوزه اشتغل سكرتيره مع تامر؟ ومش معقوله ليه؟ هو انا لقيت شغلانه احسن من كده وقلت لا؟ انا ما بتكلمش على نوعيه الشغل، انا بتكلم على ان انا حكيت لك عن تامر، وبعدين انت عارفاه كويس وعارفه اخلاقه من يوم ما حاول يعكسك. انا اعرف احمي نفسي كويس، ما تخافيش عليا. وبعدين يا ستي اذا ما ارتحتش معاه ابقى اسيب الشغل. لكن يا سوسن اي شغل هروحه هلاقي فيه اللي زي تامر واللي اسوأ منه، والبنت ما تعرفش تحافظ على نفسها وتسوق كرامتها تقعد في البيت احسن. يا سوسن انا خايفه عليكي، وخايفه احسن ماما تعرف حكايه معاكسه تامر ليه. لا طبعا، ما انت عارفه ماما. وبعدين اكيد لما اشتغل مع تامر هيعمل حساب لاخته، خصوصا ان هي اللي اتوسطت لي عنده. خلاص خلاص يا ستي، انا هكلم ماما واحاول اقنعها. يا ريت تقنعيها يا نجاه، لاني خلاص قربت اتجنن من قعده البيت. حاضر حاضر يا ست سوسن، بس بقول لك ايه، لازم تعقلي بقى كده وتاكلي. ماما بتقولي انك بقالك كام يوم ما حطيتيش ولا لقمه في بقك. اقنعي ماما الاول وبعدين ابقى اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. انجزتك يا عبد المعين. يا ماما يا حبيبتي الشغل مش عيب ايا كان نوعه، وبعدين انا هدور لسوسن على شغلانه تتناسب مع شهادتها. ومستنيه ايه؟ يا ماما المساله محتاجه شويه وقت، انت عارفه الظروف. اه يعني اختك بتلوي دراعها عشان تعمل اللي هي عايزاه. معاش ولا كان اللي يلوي دراعك يا ست الكل، بس انت عارفه يا ماما ان قعده البيت بتزهق قوي، وانا واثقه ان سوسن هتبقى مجتهده جدا في شغلها ويمكن تترقى كمان، او ماما تشروت بعد شويه تديها شغلانه احسن.
طيب ما قلتي ايه بقى؟ ما كنتش عارفه ان انا بربي واكبر عشان بنت من بناتي تكسر كلامي وتخرج عن طوعي. يا ماما ما تقوليش الكلام ده، سوسن ولا هتشتغل ولا هتعمل اي حاجه في الدنيا الا بعد موافقتي، بس انت برضو ما يرضيكيش يعني انك تكسري بخاطرها ولا تشوفي دموعها، وانا عارفه ان انت طول عمرك دموعنا غالي عليكي قوي. خلاص اللي تشوفيه صح خلي اختك تعمله. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. هي والدتك دي على طول صعبه كده، ما بتوافقش على حاجه بالسهل ابدا، لازم منها لوجع القلب يعني. ده انا ما صدقت انها وافقت. اسلم ايدك يا حبيبتي، الاكل النهارده كان يجنن. بالهنا والشفا. انت ايه ما اكلتيش ليه؟ ماليش نفس. مالكيش نفس ليه بقى؟ يعني ما انتش عارف، ما انت السبب. انا السبب؟ انا السبب في ايه؟ ما قلتليش ليه ياسر على المأمورية اللي طلعتها النهارده؟ يعني ينفع كده اعرف من زمايلي في الجورنان؟ جرايه نجات، وانا كل مأمورية هطلعها اخد الاذن منك ولا ايه؟ لا انا مش قصدي، لكن لكن ايه؟ انا خايفه عليك قوي ياسر. خايفه من ايه بس؟ ده شغل. ما انت ممكن تشتغل من غير ما تعرض نفسك للخطر. انا قلت لك 100 مره نجات ما تتدخليش في شغلي. يعني انت مش عاوزني اخاف عليك؟ ايه بقى من الاول بقى، ما كنتش تجوز ضابط بوليس ولا كنتش عايزين اطلع معاش مبكر واقعد في البيت استناك لحد ما ترجعي من الشغل عشان تهدي وترتاح. عن اذنك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ مش تقولي لي انك هتفاجئيني في المصنع النهارده؟ ده انا كنت فرشت لك الارض ورد. انا هشتغل في الوظيفه اللي حضرتك عرضتها عليا بشكل مؤقت. مؤقت ليه؟ بالعكس، انا واثق لما تجربي الشغل معايا مش هتقدري تستغني لا عن الشغل ولا عني. استاذ تامر، حضرتك انا من فضلك يا سوسن بلاش حضرتك، انا ما بحبش تكاليف ولا استاذ حتى، يعني ما بيننا وما بين بعضينا. لو في اي حد تاني قاعد كلمي براحتك. اتفضلي اشربي. لا ملوش لزوم. انا مستعده استلم الشغل من دلوقتي وجايبه معايا مصوغات التعيين بتاعتي. انت استلمتي الشغل خلاص، فاضلش غير قيمه التعيين. تحت امر حضرتك يا فندم. من فضلك ودي اوراق التعيين دي لشؤون العاملين، خليهم يحضروا اقرار استلام شغل الانسه سوسن، و هاتلنا 2 نمونه. امر حضرتك. بعد اذنك. ما انت عندك سكرتيرة. ايوه، فيها ايه؟ امال انا هشتغل ايه؟ سكرتيرة تانية، بس سكرتيرة خاصة. انا عايزك تعلمي كل حاجة من السكرتيرة دي، بعد كده نبقى نشوف لها شغلانة تانية وانت تفضلي معايا. انا ما اقبلش اقطع عيش حد. خلاص تبقى انتوا الاتنين سكرتيرتي الخاصة. انت كل مادة في نظري بتكبري، بذوقك، باخلاقك، بادبك. انت بتعمل ايه؟ ارجوكي ما تفهمينيش غلط، انا بعبر عن مشاعري. استاذ تامر، لازم حضرتك تعرف ان انا هنا سكرتيره وبس، واذا حضرتك مين قال لك انك هتبقي اي حاجه تانية غير سكرتيره؟ بس بلاش طبعك الحامي ده. انا عايزك بعد ما تمضي اقرار استلام العمل تعدي على الحسابات وتصرفي مرتب شهرين. مرتب شهرين؟ ليه؟ انا متعود مع اي موظف جديد اصرف له مرتب شهرين عشان يحاسب ولاء لشغله. ايه ده كله؟ هدوم جديده ليك يا جميل، وشويه هدوم ليا عشان المظهر والشغل يعني. انا اول ما قبضت اول مرتب شهرين قلت لازم اجيب لماما حبيبتي هدوم جديده، اغلى الناس عندي كلها. كتر خيرك يا حبيبتي. بس هما يعني ادوكي مرتب شهرين من قبل ما تشتغلي؟ ده نظام عندهم في المصنع، تقدري تقولي كده يعني مكافاه بدايه الخدمه. غريبه، انا اول مره اسمع حاجه زي دي. الشركات الاستثماريه ليها نظامها. على فكرة أنا الأتوبيس بتاع المصنع هيجي ياخدني من قدام البيت ويرجعني آخر النهار، وإن شاء الله ما أحوش من مرتبي أبقى أشتري عربية صغنونة كده. عارفة يا ماما، أنا حاسة إني هرتاح قوي في الوظيفة الجديدة دي. ربنا يريح بالك يا بنتي. على فكرة صاحبتك اتصلت بيكي. صاحبتي مين؟ شروت. بتقول إن أنتي وحشاها وبقالها مدة ما سمعتش صوتك. وانت ما قلتلهاش ان انت استلمتي شغلانه جديده ولا ايه؟ لا، ما انا نسيت يا ماما، اصلي مشغوله جدا. طب بيكلميها واشكريها. بكره بقى، لان انا راجعه من الشغل تعبانه عايزه ارتاح. ايه
الو، يسعد مساك يا حبيبتي. الحمد لله. اختك رجعت، هي عايزه تكلمك. استني. الو، ايوه انا جيت. مساء النور يا حبيبتي. الحمد لله، مبسوطه قوي. شوف، مريح جدا. تامر؟ لا 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 خالص، مش زي ما انت كنت فاكره. ده ذوق وجميل، ده احنا كنا فاهمينه غلط. هي لحقت الاخبار توصل لحضرتك؟ انا مش فاهم ايه اللي يخليك تعين سكرتيره تانية؟ هو شغل المصنع محتاج اتنين سكرتيريه؟ الشغل بيكبر يوم عن التاني. وش معنى دي بالذات اللي تعينها مع انها لا خريجه سكرتيريه ولا بتفهم فيها حاجه؟ دي زميله شاري في الجامعه، وشاري موصيه عليها. شاري؟ غريب. غريبه ليه؟ هو يعني لازم التوصيه تيجي من حد كبير ومهم عشان نوافق عليها؟ عموما اعتبري الوظيفه دي استثناء. طب كنت استنى عليها شويه لما تشوف اذا كانت هتفهم في السكرتاريه ولا لا قبل ما تصرف لها شهرين. لو سوسن ما نفعتش في الشغلانه دي يا ماما، انا مستعد ادفع الشهرين من جيبي. في حاجه تانية؟ قد كده عجباك البنت دي؟ ارجوكي ما تفهمينيش غلط. ما انا اصلي مستغربه، ما هياش الستايل بتاعك ولا من النوع اللي انت متعود تعرفه. انا عايز اعرف حضرتك حاجه، انا ما بهزرش في الشغل، وبعدين هو حرام الواحد يعمل ثواب اليومين دول. ولو سمحت يا ماما قولي اللي بيوصلوا لك اخباري في المصنع ان يخفوا عني شويه ويشيلوني من دماغهم. وبعدين انا مدير مصنع مش رابط خرج، ما اقدرش اخد قرار واحد من غير محاسبه ولا سين ولا جيم. طب ممكن بقى تبطل الميكانيكا اللي كنت بتعملها دي وتحصلني عشان نتعشى. جيجي افندم، انت ايه اللي موقفك هنا؟ ابدا انا مفيش. بقولك ايه، ما تشغليش بالك باللي مالكيش فيه. قولي لجوزك ينزل يتعشى معانا هو ومي، البنت وحشتني. حاضر. لسه وراكي شغل كتير؟ تصور يا كمال، رأس مال شركات سعاد 100 مليون جنيه. وانت مالك مستغربة قوي كده ليه؟ عشان عمري ما تصورت انها غنية بالشكل ده. في رجال اعمال كتير قوي عندهم اكتر من كده بكتير. ده جوزها لما مات ما سابلهاش غير شركتين، رأس مالهم على قده. واضح انها ست ممتازة وشاطرة، عرفت تنمي ثروتها كويس. يلا شطري انت كمان واعملي زيها. اعمل زيها؟ اعمل ايه بالملايين؟ تصور يا كمال، انا مش كنت وزيرة مالية وبتعامل بالملايين، لكن عمري ما شفت مليون جنيه ولا مسكتها بايدي. بس كده ولا يهمك، بكرة الصبح هخليكي تمسكي مليون جنيه، ولا اقولك خليهم 10 مليون، ولو عايزة تاخديهم في حضنك كمان انا ما عنديش مانع. انت عندك الفلوس دي كلها؟ ويطلعوا ايه مليون جنيه النهاردة؟ انت عارفة؟ عارفة الفيلا اللي قلتلك مشتريها دي؟ عارفة تمنها كام؟ 5 مليون جنيه. لا ده انا يظهر مش دريانة بحاجة في الدنيا. كل حاجة غلت النهاردة وسعرها ضايف 10 مرات، واللي مش هيلحق ياخد حتة من التورتة مش هيلاقي حتى الفتافيت. وانتي مستغربة ليه؟ جوزك محامي شاطر ومن اشهر المحامين في البلد، يعني اي قضية عنده اتعبها مش هتقل عن نص مليون. نص مليون؟ معقول؟ دي حاجة بسيطة جدا وطبيعية بالنسبة لأي محامي كبير زي الأستاذ كمال. إزاي أنت ما تعرفيش حاجة زي دي عن جوزك؟ كمال عمره ما كلمني في مسألة أتعابه. أنت ما تعرفيش إن النهاردة المحامي الكبير بقى بالحجز زي الدكاترة الكبار. ده كمان الأستاذ كمال معروف عنه إنه ما بيقبلش أي قضية إلا إذا كان واثق إنه هيكسبها، وما دام واثق إنه هيكسبها يبقى لازم يبقى مهره غالي. ده غير بقى انه ما بيتعاملش الا مع الناس الكبار، والناس الكبار قضاياهم كبيره واتعابها بتبدا ب6 أصفار. انا فعلا ما كنتش دريانه بحاجات كتير حواليا. المهم بقى قوليلي، درستي الملفات بتاعتنا كويس؟ ايوه، وواضح ان في مشكله كبيره بين المصلحه وبين المجموعه بخصوص اختلاف التقديرات. هي دي بقى المشكله اللي انا عايزاك تحلها لنا.
انا هجتمع مع المحاسبين القانونيين وان شاء الله. لا 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 لا، سيبك من المحاسبين القانونيين خالص، دول خلاص عملوا شغلهم وانتهينا. المشكله مش فيهم. امال في مين؟ في مصلحه الضرايب، هم اللي محتاجين حد يقعد معاهم ويتكلم معاهم ويقنعهم بصحه اقراراتنا وحجم ارباحنا. يعني احنا السنه اللي فاتت ارباحنا كانت 20 مليون جنيه، هم بقى مصرين انهم 50 مليون وعايزين يربطوهم علينا. بس انا اروح لهم بصفتي ايه؟ ايه فريد، انت ناسيه انك كنت الوزيره بتاعتهم؟ يعني هيقابلوكي بمنتهى الاحترام والتقدير ومش هيكسفوكي. بس دي فيها احراج بالنسبه لي. الشغل ما فيهوش احراج. بعدين متهيألي اي حاجه تخصني مش هتتاخري عنها، ومش عايزه افكرك ان ده شغلك ولا انا غلطانه. حاضر يا سعيد، هروح اقابل رئيس المصلحه بنفسي. عظيم. انا بقى كنت عامله اتفاق مع المحاسب القانوني بتاعنا انه اي مبلغ ينزل من الضرايب اديله 10% مكافاه ليه منه. انت دلوقتي اولى بالمكافاه دي، يعني ممكن يطلع لك 1.5 مليون. لا انا مش عايزه حاجه. ليه؟ ده حقك. انا ما بحبش اكل حق حد. الشغل الشغل. يلا بقى اتصلي برئيس المصلحه وخدي منه معاد، ويا ريت يكون النهارده. عايزه اسمع اخبار كويسه. النتيجة اللي وصلت لها هايلة. كنت خايفة النتيجة ما تعجبش حضرتك. ده بالعكس، ده انت اثبتت انك في البزنس زي ماما كده. شوفي، العرض الالماني رغم انه يبان انه اقل فايدة لينا، لكن على المدى الطويل احسن بكتير من العرض الفرنساوي. طب الحمد لله. ابعتي لي فاكس الالماني على طول، حددي لي ميعاد معاهم الاسبوع الجاي اسافر وامضي العقد. طب مش تستنى حضرتك تاخد رأي ماما؟ يمكن يعني يكون لا 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 لا، اللي انت عملتيه كده هايل. ياه، تصوري يا شيري، من 9 الصبح وانا في القعده دي ما حطيتش لقمه بوقي من امبارح. طب اطلب لحضرتك اوردر دليفري؟ لا، عشان انا عايز اغير جو، اتغدى بره وعازمك على الغدا. قلتي ايه؟ يا بنتي قولي لا لو مش عايزه تتغدي معايا. ما بتاكليش ليه؟ اصل بصراحه ماليش نفس، بس ما رضيتش ازعلك واسيبك تاكل لوحدك. انت مش عارفه بيقولوا اللي يقعد قدام حد بياكل وما ياكلش ايه؟ يجرى له ايه؟ يفضل صغنون كده وما يكبرش ابدا. عشان خاطري كلي. انت عارفه انا قعدت سنين كتير قوي في الغربه، لما رجعت مصر اكتشفت ان مفيش حاجه فيها اتغيرت. يعني قعدي بره ده ما غيرش طباعي زي ما هي. بس انا حقيقي سعيد جدا ان انا رجعت مصر، وقررت كمان ان انا ما بعدش عنها ابدا. احسن حاجه حضرتك عملتها انك رجعت بلدك. انت بقى ايه اللي غيرك كده؟ هو انا اتغيرت؟ تغيير جوهري. انت من يوم ما رجعتي من عند طنط فريده وانت حاجه تانية خالص خالص خالص. بس انا عايز اسالك سؤال، يعني ما يكونش محرج. انت نسيتي الشاب اللي كنت بتحبيه وعايزه ترتبطي بيه؟ زي ما حضرتك قلت، الدنيا ما بتديش الانسان كله هو عايزه. انا فكرت كتير قوي في الكلام ده واقتنعت بيه، عشان كده بحاول اشغل نفسي باي حاجه وما افكرش. ايوه بس بتحبيه؟ انا قفلت قلبي على مشاعري خلاص، مش هفكر اكتر من كده عشان ما تعذبش اكتر من كده. انت عارفه تجربه الحب الاولانيه دي دايما بتبقى قاسيه جدا. عارفه ليه؟ عشان احنا بنعيشها بمشاعرنا، المشاعر دي بتبقى فوارة ما بيبقاش فيها مكان للعقل. طب ليه حضرتك ما تقولش ان العقل
مكانه في البيزنس وبس، والحب مكانه في القلب وبس. الحب والعقل الاثنين لازم يبقوا مكملين لبعض. مع ذلك انت عارفة رغم انها بتبقى تجربة قاسية جدا، لكن انا شايف انها مفيدة جدا. مفيدة وهي بتعذب بالشكل ده؟ اسأليني. انا مريت بتجربة قاسية جدا قبل ما اسافر، ويمكن هي اللي خلتني افكر ان انا ابعد عن مصر عشان اهرب من مشاعري. تجربة ايه دي؟ في يوم من الايام هبقى احكي لك. كلي. واتغديتوا سوا؟ ايوه، كان في شويه مواضيع في الشغل كده قلت اتناقش فيها مع شيري واحنا بنتغدى. ياه، هي شيري بقت بتفهم في الشغل للدرجه دي؟ شيري عندها عقليه اقتصاديه ممتازه، بس كانت محتاجه اللي يفهمها ويشجعها. المهم، عملت ايه في التوكيلات اللي معروضه علينا خالد؟ عملت ايه؟ التوكيل، اخترت التوكيل الالماني. معقول؟ ده سعره اعلى، معنى كده ارباحنا هتبقى اقل. معلش، بس التوكيل الفرنساوي كان رافض يدينا حق تصنيع قطع الغيار، يعني معنى كده ان هو في اي وقت ممكن يرفع اسعار قطع الغيار زي ما هو عايز، واحنا ما نقدرش نقول له لا، يعني احنا تحت رحمته. عشان كده انا اخترت التوكيل الالماني، وبالمناسبه ده كان راي شيري كمان. راي شيري؟ هي اللي خدت بالها من حكايه قطع الغيار دي. واضح ان شيري بتتقدم على ايديك بشكل هايل. انا واثق ان شيري في خلال سنتين ثلاثه هتبقى بيزنس وومن A1 زيك كده بالظبط. واحب اطمنك على حاجه تانية، حكايه الشاب ده اللي كانت بتحبه خلاص فيني. انت متاكد؟ امال انا كنت بشغلها معايا ليه واشجعها واحاول انمي طموحاتها؟ مش فاهمه ايه العلاقه بين الاثنين. شيري كانت محتاجه انها تستعيد ثقتها بنفسها، يبقى عندها طموحات، يبقى عندها نجاح في حياتها العمليه يعوضها اي فشل في حياتها الخاصه. والله كلام معقول. انا مش عارفه ازاي انا ما فكرتش بالطريقه دي. يا سعاد، هو في فرق بيني وبينك؟ ما احنا واحد. همشي بقى عشان عندي ميعاد مهم. لا 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 لا، خد بالك، عزومه الغدا اللي كلتها عليا هتعوضها بعزومه عشاء. سافا سافا. مدام سعاد، مدام فريده وصلت من ميعادها مع رئيس مصلحه الدرجه. وصلت بالسرعه دي؟ الله، تكون جايبه اخبار كويسه. أنا آسفة يا سعاد، ما قدرتش أعمل حاجة. يعني إيه ما قدرتيش تعملي حاجة؟ الراجل قابلني بكل ترحاب وقال لي إنه مستعد يقدم لي أي خدمة يقدر عليها. كويس، أمال تبقى إيه المشكلة؟ المشكلة إن فحص المصلحة لدفاتر المجموعة أثبت إن الحسابات مش مظبوطة وفيها تناقض الغرض منه تقليل الأرباح. الكلام ده مش مظبوط، وكان لازم تقنعيه بكده. مفيش في إيده حاجة يعملها، لأن الملفات اتحولت للجنة الضغط. هو يقدر يرجعها المأمورية ويعمل كل اللي هو عايزه. قانوناً ما يقدرش، دي فيها مساءلة قانونية. هو أنا كنت بعتكي ليه عشان تقولي لي قانوناً ما يقدرش؟ في أصول ولوائح بتحكم المسألة، وأنا اللي كنت فاكرة إنك هتخلصي لي كل حاجة. المسألة مش في إيدي، وما دام أنتِ متأكدة إن حسابات المجموعة مظبوطة، لجنة الطعن هتتأكد من ده وهتقدر الضرايب اللي تستحق عليكي. معرفتش تعمل حاجة؟ لا، وانا اللي كنت فاكرة انهم هياخدوها على كفوف الراحة ويقولوا لها شبيكي لبيكي. الظاهر اني حسبتها غلط. قصدك يعني بخصوص شغل طنط فريدة في المجموعة؟ حصلش حاجة يا أستاذ. ما حصلش حاجة إزاي؟ تخبطوا في عربية الناس وتبهدلوها هي واقفة وتقول لي ما حصلش حاجة؟ إيه يا جدع، إيه الإدارة دي؟ جات لك الإدارة والقوة دي منين؟ في إيه يا أستاذ؟ في إيه؟ عربيتك ما حصلهاش حاجة. ما حصلهاش حاجة إزاي؟ هي سايبة ولا سايبة؟ ولا فاكر نفسك لسه في الوزارة وهتخوفينا؟ أخوفك؟ أيوة، اسمعي، أنا هاخد حقي، ما
مش هسيب حق البلد فيها قانون. مين قالك ان البلد ما فيهاش قانون؟ كويس قوي ان انت لسه حضرتك عارفه ان البلد فيها قانون. شوفي انا هعمل لك محضر وهروح القسم والقسم هو البوليس هيجيبوا لي حقي. الجدع ده قليل الادب وانا مش هسكت له. اهدى كمان اهدى. الراجل اللي اسمه حلم ده زودها على الاخر. انا مش فاهم هو عايز من حضرتك ايه. اسكت يا بدريه. حاضر يلا روح شوف شغلك. حاضر يا فندم. حاضر. عاجبك اللي بيعمله ده؟ كمال احنا مش عايزين مشاكل. اللي بيعمله ده لانه شايل مني من زمان. هو فاكرك منك خرجتي من الوزاره محدش هيقدر يوقفه عند حده. طب اهدى يا كمال اهدى. ايه ده؟ ايه ده مسدس؟ ايوه مسدس. انت ما قلتليش ان معاك سلاح. ما جاتش مناسبه ان انا اقولك. ومعاك السلاح ده من امتى؟ يوه يا فريده من سنين. وانا باخر من يعلم. المسدس ده بينفعني في شغلي. شغلي ايه؟ ايوه في شغلي. انا اوقات كتيره جدا بجيب براء الموكلين بتوعي. الخصوم بيعتبروني انا خصم شخصي ليهم وياما جاتلي تهديدات عشان كده لازم اشيل سلاح عشان ادافع بيه عن نفسي. ليه؟ هو احنا في غابه؟ معقوله؟ معقوله المحامي اللي بيدافع عن المظلومين يشيل مسدس عشان يدافع بيه عن نفسه